وللمزيد من المتابعة معنا على الهاتف السيد حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل ومنسق عام غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران. سيد حسين، بعد التحية، يعني دعنا نتحدث عن التعددية الحزبية التي تشهدها الانتخابات هذا العام، ويعني اتجاهات مختلفة وممثلين عن تيارات مختلفة. كيف أثر ذلك الحياة السياسية في مصر وأيضا أثر على مشاركة المواطنين؟ السلام عليكم، شكرا ليكي. هو احنا في الحقيقه احنا النهارده في الانتخابات الرئاسيه بنشوف اختلاف ايديولوجيات حزبيه مختلفه. بنشوف النهارده الحزب العدل وحزب المصر الديمقراطي بيمثلوا تيار الوسط في مصر، وده التيار والشريحه الاكبر اللي بينتمي ليها الشعب المصري. ففي في في نسبه مشاركه ملحوظه كانت في اليوم الاول، والنهارده كان نسبه المشاركه كانت قليله في بدايه اليوم، ولكن بعد الساعه 11 صباحا كان المشاركه كانت مقبوله. وبعد كده كطبيعه الشعب المصري دايما بنلاقي عزوف في اليوم الثاني، ولكن كانت المشاركه في اليوم الاول واليوم الثاني بالنسبه لنا مقبوله، ونتمنى ان الشارع المصري ينزل في اليوم الثالث وما تبقى من يوم النهارده، ونشوف نسبه مشاركه كبيره تعبر عن حقيقة ما يريده الشارع المصري. نعم. طيب سيد حسين، يعني خليني برضو أتحدث معك عن يعني مشاركة الأحزاب المختلفة في تنمية الوعي لدى المواطنين وبالأخص الشباب. ما كان دور الحزب يعني في الفترة السابقة لتنمية الوعي وحث الشباب على المشاركة الفعالة؟ احنا في الحقيقه بنتكلم على اكبر شريحه موجوده في الشارع المصري وهم الشباب. احنا بنتكلم عن اكثر من 60% من الشعب المصري هم شباب. كان وبالفعل احنا الحزب العدل حزب شاب، رئيس الحزب سنه حوالي 36 سنه، انا مساعد رئيس حزب لشؤون البرلمانيه عندي 27 سنه النهارده. الغرفه المركزيه بتتكون من اكثر من 60 شاب، اكبر واحد فيهم سنه ما يتعداش ال 30 سنه. فاحنا بالفعل اصلا بنعبر عن شريحه الشباب في الشارع المصري وبننتمي ليها، لان هم المستقبل وهم اللي في ايديهم ان يخلوا المشاكل الاقتصاديه او السياسيه اللي موجوده في بلدنا الحبيب تتغير ويكون في تحسن حقيقي يشعر به. واذا كانت شريحه الشباب قدرنا ان هم يكونوا راضيين، أكيد الشعب المصري بالكامل هيكون راضي عن الوضع في مصر. إذن إعمالا بمبدأ الشباب يقود، يعني حضرتك يمكن حدثتنا عن الأعمار المختلفة والتي تترأس الحزب، لكن يعني دعني أسألك مرة أخرى، هل مثلا قمتم بعمل ندوات ومؤتمرات مختلفة للشباب ولرفع وزيادة الوعي لدى الشباب؟ بالفعل يا فندم، احنا أمانة الشباب عندنا قامت بتدريب أكثر من 4000 شاب في الفترة اللي فاتت بمختلف المحافظات، كان منها عن خلال الأوبن سورس إديوكيشن، كانت بتواصلوا عن طريق الميديا ونزلوا كمان في الشارع ليهم وتواصلوا معاهم، ده خلال الست شهور اللي فاتوا. وبالفعل قبل كده كانت على الخطة السنوية اللي موجودة عن 2024 بالفعل متارجتين إن احنا نقدر نوصل ل 100,000 شاب مصري. وكمان احنا الحزب بالفعل دايما بيسعى انه يصل للشباب، لانه زي ما قلت لحضرتك صحيح. احنا هدفنا في الاول وفي الاخر ارضاء ووصول للشباب المصري، علشان الشباب المصري هو 60% من الشعب المصري. نعم. طيب يعني كنا دائما يعني نلاحظ وجود الإقبال يعني الجماهيري ومن الفئات المختلفة وبالأخص من الشباب، ليس في بداية أيام الانتخابات ولكن بالأمس وحتى الآن تابعنا إقبال شديد من الشباب، كيف تفسر هذا؟ الإقبال كان شديد من الشباب وكمان السيدات. صحيح. يعني احنا شفنا سيدات بشكل ملحوظ، الغرفة المركزية لاحظت عندنا انه النسبة الأكبر اللي نزلت كانت بين فئة السيدات، وكمان في عدد ملحوظ من عمر ال 40 و 60 عام كان برضه متواجد. فئة الشباب طبيعي تبقى موجودة لأن هم أكبر فئة في نسبة التصويت، فوجودهم ده لازم ضرورة، وبدون الشباب مش هتلاقي في إقبال أصلا يعني. طيب توقعاتك للمشهد اليوم في نهاية هذا اليوم؟
زي ما قلت لحضرتك في بداية المكالمة، هو كان في البداية ما كانش الإقبال كما سبق يوم أمس، ولكن بمقبول على قبل العصر كان الإقبال في الانتخابات للتصويت كان ملحوظ، ولكن برضه رجع تاني بالإقبال للأسف حاليا مش في أحسن أحواله، ولكن نتمنى أن يوم بكرة أو وباقي اليوم ينزل حشود كما سبق يوم أمس. نعم، السيد حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل ومنسق عام غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، جزيل الشكر لك.